هذا ورفعت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان شكوى عاجلة إلى المرصد الدولي لحقوق الإنسان ضد دولة قطر لتعريضها حياة 8 بحارة آسيويين من البحرين للخطر بسبب فيروس كورونا. وأكدت الشكوى بأنه تم اعتقال البحارة 8 الذين يعملون لصيادين بحرينيين في المياه الإقليمية البحرينية، وتم سجنهم دون أي ضمانات قانونية لهم. وقال الأمين العام للجمعية فيصل فولاذ بأن تردي أوضاع العمالة الآسيوية في قطر من الملفات العالقة والمهمة جدا، مؤكدا بأن أغلب البحارة العاملين على السفن البحرينية هم آسيويون، وبأن العديد منهم عانى خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة الكثير بسبب الانتهاكات القطرية. وأضاف فولاذ أن قطر انضمت للاتفاقية الدولية بخصوص احترام والتعهد بحقوق العمالة الوافدة، لكننا وفي المقابل لا نجد التزاما بهذه الاتفاقية، وتقارير المنظمات الدولية تشهد على ذلك، والمراجعة الدورية الشاملة أدانت خلالها الكثير من الدول ما يحدث بقطر، وأكدت أهمية التزامها بتعهداتها.